إلى لبنان الآن، وتراوح مساعي تأليف الحكومة اللبنانية مكانها مع شد حبال بين رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي حول الحقائب الوزارية وأبرزها وزارة الطاقة، وبعض الكلام عالي السقف أدلى به ميقاتي من المنبر البطريركي في أديمان، معارك التأليف والصراع حول الوزارات الوازنة والفراغات الدستورية. هذه المشاهد طبعا ألفها اللبنانيون، لكن هذه المرة الوضع مختلف، فلبنان يحتاج إلى تشكيل حكومة مؤهلة للقيام بالإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي لانتشاله من الأزمة الاقتصادية. كما يأتي أيضا أمين في وقت تجري فيه مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية جنوبا للبدء باستخراج الغاز والنفط. للحديث عن الشأن اللبناني وتشكيل الحكومة تنضم إلينا الكاتبة الصحفية دنيس عطلة في الاستوديو. دنيس صباح الخير. صباح النور. يعني وكأنه دائما الطبقة السياسية في مكان والشعب اللبناني الذي يعاني ما يعانيه من أزمات يتخبط بها في مكان آخر. صحيح. ماذا في خفايا الصراع الآن بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، وهل سيطول التشكيل أم أنه لن يأتي أبدا؟ على الأرجح أنه لن يأتي أبدا، وهذا أحد أسباب الخلاف اليوم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. كما هو معلوم أن رئيس الجمهورية يعيش الأشهر الأخيرة من عهده، وبالتالي لن يقدم له أي فريق سياسي حكومة على طبق من فضة يكون له فيها حصة وازنة، خصوصا أن الانتقادات التي تطال العهد ليست بقليلة، ولم يتعاون فريق كبير معه من السياسيين في الفترة التي عند بداية ولايته، فكيف اليوم وقد شارفت هذه الولاية على النهاية؟ وفي هذا الإطار ليس الرئيس ميقاتي وحده من يواجه بالمباشر الرئيس عون ويتصارعان على التكليف. في خلفية الصورة نرى الرئيس نبيه بري كما في خلفية الصورة التي هي موقف الأحزاب الأخرى. صحيح. الرئيس نبيه بري القوات اللبنانية. صحيح. تقدم الاشتراك. شو موقفهم من العمل؟ ربما الفريق الأكثر مباشرة وإن كان ضمنيا يتلطى وراء الرئيس ميقاتي هو الرئيس نبيه بري، وأذكر هنا أنه عند بداية ولاية عهد الرئيس ميشيل عون قال الرئيس بري اليوم بدأ الجهاد الأكبر، وبالتالي ماذا سيقول اليوم ونحن على أبواب انتهاء هذا العهد؟ لن يكون هناك حكومة وفق متطلبات الرئيس عون، ولن يقدم تنازلات إلا في الشكل الرئيس ميقاتي، وهذا ما لن يرضى به عون، وبالتالي أن مرحلة عد الأصابع والاشتباك ستطول، وعلى الأرجح لن تؤدي إلى تشكيل حكومة في المدى القريب إذا حصل تشكيل حكومة. طيب، وفي حال لم يحصل تشكيل الحكومة، هل هذا لا يشكل مشكل دستوري معين بعد الانتخابات ووجود هذا البرلمان؟ لا يشكل. نحن متعودين بلبنان صحيح الفراغات الدستورية. صحيح. هي مشكلة، أولا إذا جاز التعبير، هي مشكلة أخلاقية. نحن في بلد منهار على كل المستويات، الدستور لم يوضع ليتم تعطيله، وضع الدستور مفترضا عند السياسيين حسن النوايا والحرص على يعني المصلحة الوطنية، أما أن ذلك لا يطبق فهذا لا يوجد نص في الدستور يلزم السياسيين في لبنان أن نعم يكون أخلاقين، ولكن أخلاق وخاصة أستاذ دينيز، لأنه مع ما يحصل لين مع مفاوضات صندوق النقد الدولي، مع ما يحصل لين خاصة مع أنه لبنان من البلدان التي متخلفة بشكل كبير عن سداد ديونها، وهذا صحيح قد يخلق مشاكل أكبر في حال لم توجد صحيح حكومة. ولكن ربما إذا طال الأمر ولم تتشكل حكومة قد يجد يعني إطارا ما، حكومة اجتماع ضرورة للحكومة أو أي تصور لتسهيل بعض الأمور التي صارت حيوية. يعني العلاقة مع صندوق النقد الدولي يتطلب حكومة، وحكومة قائمة وليست حكومة تصريف أعمال. يحكى وهذا ما زال في الكواليس ولم يبرز إلى العلن كثيرا، ولكن يتم التداول به عن إمكانية إجراء اجتماع طارئ للحكومة تحت بند الضرورة بين مزدوجين. هل يؤمل خيرا بهكذا اجتماعات؟ يعني رئيس نجيب ميقاتي عندما شكل حكومته لم تسفر عن نتائج إيجابية ولم تنعكس على الوضع الاقتصادي والسياسي أبدا في لبنان. في حكومة تصريف الأعمال أيضا لم يفعل شيئا، الآن هو في طور تأليف الحكومة لن تتألف، إذا نحن أمام حكومة تصريف، حكومة أعمال
طويلة. أعمال طويلة. نعم. ماذا ستفعل؟ يعني حتى الحكومة الطارئة والاجتماعات الطارئة ماذا سيفعلون؟ لبنان يحتاج إلى عشرات المليارات لكي يخرج من أزمته الاقتصادية. يعني في حين أن صندوق النقد سيقدم لنا 3 مليارات. هو بحاجة لمساعدة الدول الصديقة. هل بقي للبنان دول صديقة لتساعده؟ يعني محزن أن نقول أن الدول الصديقة تنتظر من لبنان أن يعني يتبنى أن يمد اليد لصداقتها. تعرفين جيدا أن خاصة الأشقاء العرب دائما مستعدين للوقوف إلى جانب لبنان، ولكن أولا على لبنان أن ينهض بنفسه ويبدي حسن النوايا تجاه الأشقاء العرب وحتى تجاه العالم أجمع، وليس أن يكون في العلن له خطاب وممارسات لفريق سياسي تتعارض مع خطاب الدولة. وبالأمس رأينا بيان وزير الخارجية بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة. مع الأسف لبنان يجب أن يراعي مصالحه أولا لتراعي الدول مصالح لبنان بالتالي. لأنه هو كما ذكرت أيضا هنيدي وكما ذكرت أستاذة دينيز، يعني لا يوجد صدور أي موقف عربي تجاه ما يحصل في لبنان، خاصة من ما يتعلق بالتشكيلة الحكومية أو حتى المشكل الأساسي اللي تحدث عنه الجميع الآن، وهو ترسيم الحدود، خاصة فيما حدث مؤخرا مع ترسيم الحدود. هذا أيضا قد يكون مشكل في الداخل اللبناني، لأنه إلى حد هذه اللحظة المواقف مش واضحة بشكل كبير. في غموض كبير بما يتعلق بترسيم يعني الحدود. هذه مع الأسف السياسة اللبنانية المعتمدة منذ فترة طويلة، الالتباسات، سياسة ملتبسة في المواقف للدولة أكثر من موقف. فحتى ليضطر يعني كل من يريد معرفة الموقف الرسمي للبنان يزور الرؤساء الثلاثة. وبالتالي أي دولة في العالم لا يمكن أن يكون لها موقف موحد تذهب به إلى الأمم المتحدة وتعلن هذا الموقف. مع الأسف هذا واقع الحال، الالتباس قائم في موقف لبنان في السياسة، في موقفه من الترسيم، وبالتالي الجميع متحفز عن الوقوف إلى جانب لبنان لأن لبنان لا يملك موقفا معلنا واضحا لا ليفاوض على أساسه مع صندوق النقد، لا مع صندوق النقد، لا مع إسرائيل، لا مع العالم أجمع. وبالتالي هذا الالتباس الهدام غير البناء هو ما يسبب إحدى أزمات لبنان الكبيرة وينعكس على يوميات الناس. كيف رح ينعكس إن كان داخليا أو خارجيا؟ يعني نحن مش عم نبلش بأول خطوة لنعرف وين بدنا نروح كشعب لبناني وكمسؤولين لبنانيين أيضا. مع الأسف لن ينعكس اقتصاديا مزيدا من التحلل في مؤسسات الدولة اللبنانية، لن ينعكس إلا مزيدا من إفقار الناس ومزيد من فقدان الأساسيات والبديهيات التي كنا نتحدث عنها. هل قبل الهواء كنا نقول هل معقول أن نكون اليوم نتحدث عن ماء وكهرباء؟ يعني في القرن 21 هي بديهية. مع الأسف يبدو أننا يعني ذاهبون إلى مزيد من الانهيارات، إلى مزيد من تحلل الدولة وفقدان الأساسيات في يوميات الناس. لا أحب أن أكون كثيرة التشاؤم، ولكن هذا الأداء في السلطة السياسية التي لا تراعي ناسها وشعبها يحتم علينا أن نقول الحقائق والوقائع مع الأسف. طيب أستاذة دينيز، نعود تحليل سياسيا مرة أخرى، لأنه كان هناك موقف البارح مغاير نوعا ما عن المواقف اللي عهدناها، خاصة ما صرح به رئيس الحكومة اللبنانية ونائب السلطات اللبنانية عن المسيرات اللي كانت موجودة واللي قام بإرسالها حزب الله، واعتبر أنه هذا عمل غير مقبول كونه يعرض مفاوضات ترسيم الحدود لمخاطر كبيرة هو في غنى عنها، خاصة مع وصول هذه المفاوضات إلى تقدم بحسب رأيه. نعم. ما رأيك في هذا الموضوع؟ ما تعليقك عنه؟ هذا أيضا يدخل في مجال الالتباسات. أولا يعني لمن قرأ البيان لم يرد اسم حزب الله مرة في البيان، كان تعميم هذا في الشكل لحفظ ماء الوجه، يعني ربما أو هيبة أو تخوفا، أو نقول الشيء ونخفي عكسه ونقول الشيء ونخاف من أي مواجهة.
التعميم هنا، من يملك السلاح، من أرسل المسيرات، يعني هذا في الشكل. أما في المضمون، يعني اليوم بالأمس يصدر هذا البيان عن وزير الخارجية بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة، واليوم مع الأسف يتم تسريب أخبار أن رئيس الجمهورية منطعد وفريقه السياسي من هذا الموقف، وأن الأمور هذه وأن المسيرات تخدم مصلحة لبنان ويمكن للدولة أن تستفيد من هذا الموضوع. هذا التسريب الذي تم تعميمه اليوم يناقض البيان ويعيدنا أيضا وأيضا إلى الالتباسات غير البناءة في لبنان. مع الأسف. على كل، نحن نشكرك جزيل الشكر، الكاتبة الصحفية دينيس عطالة، شكرا على حضورك معنا اليوم. صباحكم خير إن شاء الله يا رب. شكرا.